مواجهة الفساد أحد دعائم أي حكم ناشط، فالحكم الرشيد يقوم على أربع دعائم أو أربعة أركان أساسية، هي إقامة العدل ومواجهة الفساد وحرية المعتقد والعمل على تحسين أحوال الناس والحفاظ على المال بصفة عامة وعلى المال العام بصفة خاصة. أحد الكليات الست والمقاصد السامية التي أحاطها الشرع الحنيف بمزيد من الحفظ والعناية والصيانة، فشرع لحفظ المال حد السرقة كما شرع الضمان والحوالة والكفالة والوكالة، وحسن الشرع على الوفاء بالحقوق وأداء الديون والأمانات وكل ما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.